السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سيراي. وأخيرا مقطع شرح ذا الكرياتيف، المقطع اللي جاء عليه طلب رهيب وكان لازم أسويه ولا بتقتلوني بعد يومين. بنشوف شرح لكل أعداد الكرياتيف وكيف تصمم وتغير جزيرتك عشان تسوي اللي تريده بالضبط، معارك بناء ولا باركور ولا أي شيء على كيف كيفك. لا تنسى زر اللايك، واللي حاب يدعمني يقدر يحط كود المتجر سيو. وخليكم مع المقطع. في البداية لما تدخل لطول كرياتيف وتروح للجزيرة اللي تريدها، ادخل على اعدادات جزيرتك من القائمة واختار ماي ايلاند. انت كذا دخلت للاعدادات الخاصة بجزيرتك، ومن هنا تقدر تتحكم وتغير اي شيء مثل ما تريد. وخلونا نبدأ جيم سيتنجز، وهو الخاص باعدادات الجزيرة واللعب بشكل عام. واول شيء واول خيار توقيت الجيم، يعني تريد صباح ولا ليل، ولا الديفولت ما هو بتغير تلقائي، كله تغير من هنا. ثاني شيء هو الهيث الاخضر او خط الطاقة الاخضر، واللي كمان تغير من هنا، يعني تتحكم كم يكون عندك هيلث لما تبدا الجيم. تقدر تخليه فل عشان تبدا بهيلث كامل، او ممكن تختار هاف يعني نص، او ممكن تخليه واحد. والخيار اللي تحت على طول يخليك تتحكم برقم الهيلث نفسه، يعني 100 او اكثر من 100 او اقل. اما بالنسبه للدروع فنفس الشيء بالضبط، ينطبق عليها مثلها مثل الهيلث الاخضر. اللي بعده انفينيتي امو، يعني رصاص لا نهائي، حطه اون لو تريد الرصاص ما يخلص، وحطه اوف لو تريد الرصاص يخلص. وتحت الموارد اللانهائيه نفس الشيء، اون لو تريد موارد لا نهائية، واوف لو تريد الموارد تخلص. وصلنا لاختيار التحكم بالبيكاكس او الفاس اللي تكسر فيه. هنا تحدد قوة دمج الفاس، تقدر تحط انستنت لو تريد يكسر من ضربة واحدة، او الاختيار الثاني عشان الفاس ما يدمج ابدا. الاختيار اللي بعد كثير مهم، وهو ان لوتك يطيح او لا، حط على اون لو تريد لوتك يطيح بعد ما تموت اللوت مثل اسلحتك والموارد وغيره، وحط على اوف لو تريد لوتك ما يطيح ابدا. فول دمج او ضرر الوقوع، يعني لما تطيح من مكان عالي تتدمج او لا، حط على اون لو تريد تتدمج، وحط على اوف لو ما تريد تتدمج. الجاذبية او جرافيتي، لو حطيتها على لو الجاذبية بتكون منخفضة، ولما تقفز بتطير الاماكن اعلى، اما هاي يعني مرتفع بيصير العكس والقفز بيصير اصعب. اللي بعد اختيار كثير مهم، جمب فتج، لو حطيتها على اون اف ما بيصير شيء، اما لو حطيتها على اوف اف لاعبك ما راح يتعب ابدا لما يقفز. كلنا نعرف ان اللاعب بعد 3 قفزات ورا بعض يبدا يتعب والقفزات تصير اضعف. لو حطيت الاختيار هذا على اوف تقدر تسوي 90 لين اقصى ارتفاع بدون ما توقف، شيء مره حلو بالتدريب وجربه. بلاير فلايت، قدره اللاعب على الطيران في الجيم، حطها اون او اوف. اللي بعده مين يقدر يشوف اماكن اللاعبين واسمائهم، تقدر تحط بس اللي من فريقك او ممكن الكل، او لو تريد ولا واحد ابدا. جلايدر ريدبلوي، اعاده فتح المظله، اون لو تريد انه يكون عندك القدره على اعاده فتح المظله، واوف لو تريد تمنع هالشيء. داون بس نت اوت، اختيار خاص بالالعاب، والفكره منه ان اللاعب لو مات تقدر تتحكم انك تخليه خلاص يطلع برا الجيم ويصير مشاهد، او تخليها مثل ما هي وكل ما يموت لاعب يرجع يعيش. تدمج البناء، قدره اللاعبين على انهم يدمجوا بنائهم او بناء الخصم او المباني العاديه. اون بيكون طبيعي، اوف بيخليه غير قادر على انك تدمج اي بناء. قبل الاخير بلوك بيلدينج، يعني ايقاف البناء، اون لو تريد تمنع البناء، واوف لو تريد تسمح بالبناء. واخر شيء معنا بالنسبه للجيم سيتنجز ريسبون تايم، يعني الوقت اللازم عشان اللاعب يرجع يعيش بعد ما يموت ثانيه واحده او اكثر على كيفك. وقبل ما اكمل بالله ما استاهل لايك، نروح للي بعده وهو الجيم العادي. الاعدادات هذه تتحكم بطريقه اللعب وتعتبر اهم شيء لو بتسوي الجيم. واول وحده واهم وحده فويس شات، يعني تكلم، مين يقدر يسمع صوتك في اللعبه. تقدر تحط اول عشان الكل يسمع جمال صوتك، او تقدر ترحمهم وتحط نون يعني ولا واحد، او تقدر تحط الفريق عشان بس اللي معك يسمعك. تيمز او الافرقه، من هنا تتحكم بترتيب الافرقه. فري فور اول، يعني اي لاعب يقدر على كيف يتحكم بالفريق اللي يروح له، او ممكن انت تختار فريقين او ثلاثه والتوزيع يكون عشوائي. اللي بعد سباونز، يعني كم مره اللاعب يعيش بعد ما يموت. لو حطيتها انفينيتيف يعني لا نهائي، كل ما يموت اللاعب بيرجع يعيش، او ممكن تحطها واحد عشان تعيش مره في بدايه الجيم وخلاص لو مت ما بترجع، او ممكن ارقام العدد المرات الرجوع بعد الموت. وافتر لاست سباون جو تو، يعني لو انك حطيت ان اللاعبين ما يعيشوا مره ثانيه، او انك حددت رقم واللاعبين خلصوا كل حياتهم، فايش يصير لهم؟ تقدر تحطها على سبكتاتور عشان يصيروا مشاهدين، او ممكن تختار انهم يرجعوا لجزيره الكرياتيف الرئيسيه. الاختيار اللي بعده نوع لوحه النتائج، يعني لما يخلص الجيم تطلع لك لوحه وعليها السكور، كيف تريد يطلع لك السكور. ممكن تخليها فري يعني مثل ما هي، او تغير عشان تطلع لك على ترتيب القتلات او الموتات وغيره. تايم ليمت، يعني حد الوقت الاقصى اللي يخلص فيه الجيم، تقدر تحط وقت محدد او ممكن تحطه نن يعني لا نهائي والجيم ما يخلص. الاختيار اللي تحته لو تحطه اون يعني اللي يقتل اكثر هو اللي يفوز، لو تحطه اوف الفائز بيكون على حسب لعبتك.
اللي تحت نفس الفكرة بس معقد أكثر، ولو تحطه أونف معناه أن الفائز يكون اللي يسوي الأشياء اللي أنت محددها في الجيم، مثل أنه يوصل لمكان محدد أو أنه يسوي شيء محدد. وكولكت أيتمز تو وين، يعني الفائز بيكون هو اللي يجمع الأغراض الأكثر، مثل العملات الذهبية اللي تقدر تحطها في الجيم. سكور تو وين، يعني اللي يجيب سكور أعلى هو الفائز، يعني نقاط أكثر، مثل أنه أكثر واحد يقتل وأقل واحد يموت، أكثر واحد يجمع عملات وشيء كذا. الاختيار اللي بعده شيء مهم، وهو طور الباتل رويال. لو حطيت اون يعني انت فعلت الباتل رويال، والفائز بيكون الوحيد اللي يظل عايش والباقيين يموتوا. وجوين ان بروجريس، يعني ايش يصير لو انك تلعب جيم وفي لاعب دخل على جزيرتك؟ سبكتيت يعني راح يصير مشاهد، او ممكن تغير هالشيء وتخليه ينضم للعب معك. سباون لوكيشن، يعني المكان اللي يطلع منه اللاعب بعد ما يموت، تقدر تختار البادز عشان يطلع من الواح السباون، او ممكن تختار السماء عشان ينزل من الجو. بوست جيم سباون لوكيشن، يعني المكان اللي يطلع من اللاعبين قبل بداية الجيم. اوتو ستارت اون او اوف، يعني لو تريد الجيم يبدا لوحده تلقائي فحطه على اون. اخر اختيار، لو تريد اسمك يطلع في جزيره فحطه على اون. من تحت هنا بتشوفوا مستطيل اخضر مكتوب فيه ستارت جيم، لو ضغط على ستارت جيم فانت كذا راح تبدا رسميا الجيم، وتقدر تقتل وتتحكم بالجزيره بالاعدادات اللي انت سويتها. نروح لايلاند تولز، وهنا شيء مره بسيط. اول اختيار، لو تريد تحفظ جزيرتك في تخزين فورتنايت، يعني انك خايف ان الجزيره تمسح او انك تخربها بالغلط، فتحفظها من هنا. ولو سويت ريستور فراح ترجع الجزيره من الحفظ. اللي بعده ببلش ايلاند، خيار اسمح لك انك تشارك جزيرتك مع باقي اللاعبين، ولما تكتب المعلومات وتاكد فراح يعطيك كود يسمح للكل باستخدام جزيرتك. اما الاخير فهو خيار يمسح جزيرتك ويرجعها لحالتها الطبيعيه. باقي معنا اخر تاب مهم بيرميشنز، ومن هنا تقدر تختار مين يقدر يتحكم ويعدل على جزيرتك. تقدر تحط everyone يعني الكل، او only me يعني بس انت اللي تقدر تغير وتعدل. وهنا نكون شرحنا كل شيء خاص بعدد الكرياتيف، كان فيديو متعب صراحة. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك لو ما شاركته. كود المتجر هو SEO. اشوفكم مقطع تحديات الاسبوع الثالث، ومع السلامة.